النهارده عايز اعمل حبه رز مبهر بما يرضي الله. عندي رز بسمتي مستكه وحبهان، مرق وجوز الطيب وسمنه بلدي او زيت، ملح وفلفل، كرات وكرفس وبصل، بهارات مشكله. انا هنزل السوق وانزل اجيب شويه بهارات كده على مزاجي عشان اعمل رز المبهر كده. حطيت السمنه على النار، وادي الكرات والكرفس، وادي البصلايه. كده ادي البصل اهو، مش هتكلم مع حد تاني. عايز انزل السوق بقى اشوف الدنيا فيها ايه. حبه كركم، حبه كاري، ايه الجمال ده؟ صلي على الرسول. شوية حبهان، اللهم صل، ورق لورو، ارفع دم، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. شوية زعتر، ايه الجمال ده يا عم ده؟ ايوه باشا، انا عارف. شويه كمون سيتس اهم، حبوب. شويه شطه صغيرين كده، يا صلاة النبي. شويه زعتر كده اهو، ادي جوز الطيب، شويه زبيب، مكعب مرق. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، ايه الجمال ده؟ ورق لورو خلاص خدنا، شويه مستكه، شويه حبهان، وادي كده كله معايا زي الفل. سمنه بلدي من حدانه، حبه ملح وفلفل، صلى على النبي. الله 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 الله. الرز بتاعي عايش شويه ميه تاني. صلى على الرسول. وهذا الرز بتاعي المبهر، نصلي على النبي. اهو يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. يعني انا على حسب معلوماتي هو كده مرة واتنين بس، ممكن 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 يعني يكون الشوربة بتاعته زايدة شوية، ناخد شوية، ممكن ياخدها تاني ياخدها. ناخد كبشتين على جنب كده، ممكن ياخدهم تاني، مش هرميهم اهم. لازم مخنا يشتغل اهو، هياخدهم تاني مش مشكله.